السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير ويا صباح الأنوار. من الأمور التي لا بد أن نتنبه لها يا أحبة، من الخطأ أن نربط الفرح والسعادة بانتهاء مشروع معين أو انتهاء ملف معين. هذه الحالة النفسية تجعلك في قلق وتوتر حتى تصل إلى نهاية المشروع. يعني مثال، لو أنا مثلا عندي ماجستير، فأنا بإذن الله سأؤخر الفرح إلى أن ينتهي هذا الماجستير. بهذه الطريقة سأصبح شخصية قلقة، أنتظر متى سأصل، متى توصل وأنت تعبان حتى ما تبغى تفرح. الصحيح أن تجعل الفرح مراحل. إذا أنجزت مثلا في الماجستير، إذا أنجزت مادة معينة سأفرح، إذا أنجزت الفصل الأول سأفرح، الفصل الثاني سأفرح، الرسالة سأفرح، فتكون أفراح متتالية. هذا الكلام يفيدك كثيرا لو أنك وصلت إلى المرحلة الأخيرة وما أنجزت. لو قلت مثلا الماجستير وما كملت الماجستير، بدل أن يكون الأمر صاعقة على النفس وتأثيرها قلق وتوتر واكتئاب وأشياء كثيرة، تجد نفسك فرحت في مراحل متعددة ثم أخفقت في المرحلة الأخيرة، فيصبح هذا على نفسك مريح. ولهذا نحن ننادي كثير بأن تكافئ نفسك. كلما أنجزت مرحلة، خاصة إذا كان عندك أهداف كبيرة ويتخللها أهداف صغيرة، كلما أنجزت في هدف معين كافئ نفسك، أخرج سوي أي مكافأة، ستجد نفسك كافأت نفسك 3-4-5 مرات، فأنت في سعادة متتالية. ثم إذا أخفقت لا قدر الله في المرحلة الأخيرة، سيكون الإخفاق قليل على نفسك، وإن نجحت سيكون نجاح باهر يفوق كل النجاحات الماضية. جربوها.